السيناريو دار كالاتي، وهقول لك وصلنا منه لايه. الافريقي بيرقص والمصري جنبه، فانا ماسكه الموبايل بصور. حد طلب مني فلوس فبديله الفلوس، لقيت الافريقي ماشي ورايا بيقول لي ماما انا ام الناس كتير جدا، انا كل الافارقه اللي بيشتغلوا معايا لو لاحظت حتى على الكومنت عندي هتلاقي كله بيقول يا ماما. فلقيته بيقول لي ماما يا ماما، فانا بجري معرفش ان الموبايل بيصور، ان اللي ماسك الموبايل بيصور وميت من الضحك، وانا بجري بقول له مش امك مش امك، وخدت لقطه ما تتعداش 18 سنه. واحنا ماشيين لقيته بيقول لي ماما الفيديو ده جميل نزله على التيك توك. فانت جبنا نصيبه بابا التيك توك اللي نزله عليه. نزلت الفيديو ورحت قضيت يومي، وبفتح بالليل كده وانا قاعده وحصل لي حاله ذهول. ترند في يوم مليون كانوا 300 في يوم، دخل ترند. تاني يوم لقيت ناس بتكلمني من لندن، ناس بتكلمني من تركيا، الفيديو ايه يا جماعه انتوا بتهزروا ولا بتتكلموا بجد؟ ناس كلمتني على الفيديو ده، هم عرفوا مين سماح حمزه اكتر من 10 سنين اللي عدت، ان مين اللي بتقول ماما وهي بشرتها مختلفه، وده باين ان هو في نادي واللعيب ده نادي ايه. وايه يا جماعه طب ده انا اتكتب عني في لندن ما حدش حس بيا، روزا اليوسف اتكتب عني، الامور عدت مرور الكرام. تنزل حاجه على التيك توك فتاخد شهره عالميه لحد وانا بكلمك دلوقتي هو دخلنا في الاتنين مليون. فحاجة بص هي حاجة سبحان الله يعني، هي دي بقى من ترتيب ربنا. بابا يا ابني مش أمك مش أمك مش أمك مش أمك.